واحد بيقول أنا من الشرقية، فكيت السحر اللي عندي أكتر من 50 مرة ومفيش فايدة، لأنه بيجدد نفسه. بيجدد نفسه بنفسه. أنا خلاص زهقت من الجري ورا الموضوع ده ومش لاقي حل. أرجو الإفادة من سيادتكم. الفايدة عند واحد بس، هو يسوع المسيح. ولو رحت فكيتي كمان 50 مرة ولا 500 مرة ولا 5000 مرة، محدش له سلطان على الأعمال والشيطان إلا اسم يسوع المسيح. وأنا بقول لكل إنسان تعبان ولكل إنسان متشكك، بقول له المسيح وحده صاحب السلطان على الشيطان، ولا لقوة أخرى سلطان على الشيطان إلا اسم يسوع المسيح. عشان كده أنت فكيتي 50 مرة وما حصلش حل، وإنسان عليه شياطين وكذا واحد يصلوا كذا واحد يصلوا ما فيش فايد. ولا يمكن دلوقتي بعض الجهلة أقول جهلة، يقول لك مع إني ممكن يكون ناس متعلمين في علم العادة متعلمين، لكن ممكن واحد يطلع لك يقول لك فيش حاجة اسمها شياطين، فيش حاجة اسمها شياطين. إنجيلنا وكتابنا المقدس بيقول في شياطين، والمسيح له كل الميد، هو في حال الجسد كان بيخرج شياطين. ولما أرسل تلاميذه أول حاجة قال لهم اخرجوا شياطين، ولما قال للمؤمنين هذه الآيات تتبع المؤمنين أول حاجة أنا يخرجون الشياطين باسم. أنا بستعجب على ناس ممكن يكونوا متعلمين في علم عدم يعني، وبعدين يقحم نفسه على أمور ما هواش له دراية بيها ولا يفهم فيها، وبعدين يفتي ويقول ما في شياطين. أنا بتكلم على كلمتين سمعتهم من البعض إن فيش حاجة اسمها شياطين. لا، في شياطين، وسبب التعب في العالم هو الشيطان. وعايز انبه كل انسان ان شغلانة الشيطان ووظيفته انه يهلك الانسان. شوف هقول لك حاجه، المسيح له كل المجد بيقول يريد ان الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. اسمع كلام المسيح له كل المجد، يريد أن الجميع يخلصون، عايز يخلص الكل، عايزهم يكونوا معاه في السماء. الشيطان يريد أن الجميع يهلكون، الشيطان عايز الكل يهلك. عشان كده يجري ورا الإنسان، ويا ويل الإنسان لو وقع في إيد الشيطان أو سلمه إرادته. وعايز أقول ما فيش حمى للإنسان من الشيطان إلا يسوع المسيح. بقول هذا الكون كنت عايز تنجو وتنفد بجلدك ويكون لك مكان في الأبدية، ما قدامك شرير المسيح له كل البك، واللي يفك السهل واللي يفك السحر وحده هو يسوع المسيح، واللي يبطل عمل الشرير وحده هو يسوع المسيح،
واللي يدي بركة وخلاص هو المخلص الواحد يسوع المسيح اللي مكتوب عنه ليس بأحد غيره مخلص.